مرحبا بكم معايا من جديد في قناة مريامة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديوهات اللي من قبل اللي وريتكم فيها الطريقة ديال التراساج والطريقة ديال التطريز بغرزة السنسلة على هذا الشكل، وكيفاش نخدمو بغرزة السنسلة هذه الموزونة هذه. غادي نجيبو الخيط ديالنا بحال هكا، يمكن تشدو بحال هكا، هانتوما كنعقدو الطرف ديالو. غادي نبدا من هنا، غادي نبدا هاد البلاصة هادي، نبدا نبتها. بغيت نقول لكم لانه انا في الرشمه يعني في القفطان نبتها بالغوز، ولكن هنا غادي نبتها لكم بالخضر باش تبان. هنايا الخيط استخدمت اللون ديال لون القفطان، هانتوما لون القفطان، واحد لون التوب، يعني لون التوب، ثلاثه بحال هكا. كندخلوا ثلاثه ديال الجهرات بحال هكا، كنتبعوا التراساج ديالنا. هنايا غادي ندخل البره ديالي بحال هكا بحال هكا، غادي نرجع هانتوما كندخل البره ديالي العبار ديال ثلاثة ديال الجهرات ولا الزمرد. هنايا كنجيو دابا كنرجعو بعبار جوج، هانتوما قرب ليكم، كنرجعو بعبار جوج. هاهي عبار جوجات هنا، نرجعو بعبار جوج بحال هكا ونزيرو ونعاودو نردو البرا ديالنا تدخل لينا في هاد الجوج بحال باش كنمشيو بخط غادي نيشان، كنزيرو هكا باش كتشد كل وحدة بلاصتها بحال هكا. غنجيبو تاني تلاتة، نبقاو غاديين غير بتلاتة باش تكون الخدمة مقادة هكا، واحد زوج تلاتة تاني نجيبهم نفس الشي. دابا غادي نستمرو عليه بحال هكا، نجي هنا ونرجع تاني هكا، كندخل هنايا البرا وكنرجع بعبر زوجات هنايا بحال هكا، نزير ونعاود ندخل البرا ديالي هاد الزوجات الاخيرين كيما وريتكم هكا كنزيرو دائما وكنتبعو التراساج ديالنا بهذا الجهر هذا. المهم انا غادي نكمل بنفس الطريقه دابا ونكمل كاع الدوره ديالي هنايا. مين كنكمل التنبات ديال الجهر ديالي كما كتشوفوا هاد البلاصه هادي، يعني كيبقى يتحرك لينا منها، مازال ما شدش بلاصتو كيف بغينا، يجي طاير مقاد، يعني كيجي بحال هكا بحال الا مقنت من هنا بحال، يعني هادشي كنصلحوه بهاد الغرزه هادي راني بديت كندير فيها من هنا. المهم كنجيو كنشدو هاد الزمرد ديالنا كيف بغيناه يجي الشكل داير مثلا بحال هكا، فكنبقاو نضربو غرزات هنايا. هانتوما هنايا ضربت وحده ونجي نضرب وحده هنا بحال هكا بين الزمرد هكا هكا بين الزمرد. المهم كنتمنى يبان لكم راه ساهله، نقرب لكم هانتوما كندير بحال هكا وكندخل البرا في نفس البلاصه ونفس ما فين خرجتها هنايا باش تدخل ليا بين هاد الجوجات بحال هكا هكا. وهاد البلاصه هادي هنايا هنا فين خصني ندفع هاد الزمرد بحال هكا باش يجيني ضاير، هانتوما هاد البلاصه ندفع هادو بحال هكا ونثبت هادي، يعني هكا كتجينا دابا الخدمه دايره مقاده. هانتو قرب بعد كتجينا هاد الخدمه دابا دايره مقاده كما كتشوفوا، ما كتجيناش فيها دوك القنيتات. دابا هاد الخيط هذا كنعقدوه وكنقطعوه كنعقدو الخيط ديالنا عادي وكنقطعوه. المهم انا غادي نجيب خيط اخر حيت هذا قصير، عقدو مزيان الخيط ديالكم. غادي نبداو في التنبات ديال العقيق الاخر مورا هاد العقيق الخضر. هنايا كنستخدموا البره ديال التنبات، ها هي البره ديال التنبات بحال هكا. غادي نجيب ثلاثه ديال العقيقات بحال هكا، ثلاثه ديال العقيقات. كنخدم هنا بهاد العقيق المكركب، المهم هادشي كيبقى اختياري، بغيتو تخدموا بهاد العقيق نفسه خدموا به، ما بغيتوش ممكن تخدموا بانواع اخرى، عطى الله الاشكال والانواع. المهم غادي نجي هنا
كما كتشوفوا بحال هكا، ندخل البرا ديالي، كنرجع هنايا عبارة عقيقة وحدة هنا، ندخل البرا ديالي وندخل ثاني ثلاثة د العقيقات بحال هكا، ثلاثة وكنزيد. كنبقى غادية دابا بهاد ثلاثة د العقيقات بحال هكا، هانتوما كنجي تاني فوق السطر هنا وندير تاني ثلاثة د العقيقات عفوا، المهم غادي نجي ندخل تاني البرا ديالي هنا بحال هكا، ونجي هنايا المهم راه كيبقى العقيقة ديالنا بحال هكا، غادي في الطرف أولا في الجنب هذا الآخر، يعني جنب هاد الخضر هذا، كنمو حتى هاد اللون الخضر جا زوين هكا. نتوما قولوا لي الرأي ديالكم، يعني واش جا الخضر هكا زوين، ولا غنوريكم الغوز، المهم غنوريكم من بعد الغوز باش تقولوا لي واش، يعني كل واحد يذوق الاذواق يعني كتختلف. فغادي نبقى مستمر دابا انا بحال هكا حتى نجيب دوره نكمل كاع هاد العرش عندي، نوصل للفوق حضيو غير مع عرش ما هنايا تدخلوا في هاد القلب هذا يعني اولا هاد الورقه هادي. هانتوما كما كتشوفوا راه قربت نكمل، بقى لي غير هاد ثلاثه العقيقات صافي، كنحبس هنايا بحال هكا كما كتشوفوا، ومرا كتجي بحال هكا الزواقه ديالنا. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي بينا شوفوا الشكل النهائي، غادي نحط لكم دابا في الاخير ديال هذا الفيديو مقتطف على الشكل النهائي باش تاخذوا فكره، وانتم قولوا لي ان اللون جا واش اللون الغوز اولا اللون الخضر، هذا اللون الخضر هذا اللي درته هنايا. وان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نديروا الطريقه ديال الاشتغال ديال هاد الوردات والورقات بالغرز ديالهم باليد، وخليت لكم النوم راحه وتهلاو فريتكم، السلام عليكم.